ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم اليومي المؤشر، والذي نسلط فيه الضوء على حركة تداولات في بورصة الكويت. سريعا إلى البورصة حيث ينضم إلينا من هناك الزميل عايد العنزي. إليك عايد، تفضل. مساء الخير زينب، مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. فعلا زينب هي جلسة إيجابية، جلسة خضراء، جلسة بقوة شرائية كبيرة جدا. السوق الأول يغرد عاليا، السوق الأول أغص السوق الرئيسي آسف السوق الرئيسي يفعل كل شيء في هذه الجلسة. مضاربات سريعة جدا، ارتفاع السيولة أفضل من السوق الأول، دخول كثير من الشركات في المنطقة الخضراء، لذلك السوق الرئيسي اليوم عمل كل شيء مشاهدينا الكرام لم يفعله منذ شهرين. أمانة منذ شهرين لم نرى هذا النشاط القوي جدا على هذا السوق، قوة كبيرة جدا في السيوله، وكذلك نشاط مضاربي سريع جدا بقياده الاستهلاكيه، بقياده نور، بقياده كثير من الشركات الرخيصه. مشاهدينا الكرام، يعني الوضع العام جدا ايجابي ونشاط واضح للسوق ككل، وهي جلسه ايجابيه مشاهدينا الكرام، راح نتحدث عنها بمزيد من الاسهاب، ولكن نذهب مباشره للمؤشرات في هذه اللحظات، ومن ثم نبدا حديثنا قبل اقفال المزاد عن السوق الاول، ومن ثم نعرج على السوق الرئيسي. السوق الاول اليوم نشط لكثير من الشركات النشطه بقياده الصناعات الوطنيه، اليوم مجموعه الصناعات الوطنيه اليوم وضعيتها جدا ايجابيه، دخول قوي جدا، نشاط جدا ممتاز، سيوله كبيره جدا، وكذلك دخول اكثر من شركه على الخط كالاهلي المتحد البحريني يعاود النشاط الايجابي ويسجل مستويات قياسيه كبيره جدا. الى المؤشرات، الى شاشه التداول مشاهدينا الكرام، الى هذه الجلسه، جلسه بدايه الاسبوع النشطه للغايه، الجلسه الايجابيه، الجلسه اللي كل شيء فيها مشاهدينا الكرام ايجابي. لاحظنا في هذه اللحظات السيوله 40 مليون 700، يعود السوق الى سابق عهده، نستثني جلسه الخميس، جلسه الخميس كانت استثنائيه، دخول سيوله تفوتسي وامر اخر، لكن لا اليوم الوضع مختلف تماما مشاهدينا الكرام. نلاحظ السوق الاول صعوده نقطتين و13 نقطه، بعد كان متراجع حوالي 30 نقطه، السيوله 20 مليون و200، السوق الرئيسي يرتفع 31 نقطه ونصف النقطه بسيوله 20 مليون و476، السوق العام 11 نقطه بسيوله 40 مليون و700، الوطني بعد ان كان متراجع يستقر بمليونين و800، الخليج كذلك كان في منطقه خضراء ولكن رد مره ثانيه، استقر دولي في المنطقة الخضراء بفلس واحد، برقان كنا متوقعين الافضل، كان التوقيع للصعود بعد تراجعات الخميس القوية جدا باقفال المزاد، بيتك راح يستمر بالتراجعات في عنده فلسين تقريبا، اما بنك بوبيان بخمس فلوس تراجع، الاستثمارات الوطنية فلسين، مشاريع الكويت فلس واحد صعودا، الامتياز دشينا طبعا دقيقة 35 ما فيها تغيير مشاهدينا الكرام، الامتياز على تراجع فلس، ونلاحظ عقارات الكويت بفلس صعودا، والمباني المتراجعة فلسين، والصناعات الوطنية باربع فلوس صعودا. اليوم الصناعات الوطنية تقول انا هني اليوم، تقول هذا مكاني من اليوم، المكان اللي كان مبتعد عنها فترة طويلة، اليوم الصناعات الوطنية اليوم تجسد أمانة النشاط الإيجابي في هذه الجلسة ب 14 مليون 287. ليش صعدت الصناعات الوطنية؟ الكل يسأل ليش صعدت الصناعات الوطنية في هذه الجلسة؟ الصناعات الوطنية لم تستفيد في الفترة الماضية من صعود السوق، هذه نقطة واحدة، النقطة الأولى. النقطة الثانية، صعود الوطني وصعود بيتك أدى إلى نشاط الصناعات الوطنية بهذه الصورة. طبعا صعود كان قوي جدا اللي في بيتك الوطني في الفترة الماضية، وطبعا محفظة الاستثمارات، المحفظة الاستثمارية تملك فيها الصناعات الوطنية فيها بيتك الوطني، صعود قياسي كان الفترة الأخيرة للوطني وبيتك، مما أثر بالإيجاب على سهم الصناعات الوطنية. ولاحظنا اليوم الصناعات الوطنية تقول أنا حاضرة في هذه الجلسة وبقوة شرائية كبيرة جدا وبنشاط جدا ممتاز. نستكمل الحديث مشاهدينا الكرام قبل الدخول في المزاد، أو دخولنا في المزاد عند دقيقة 38، نستكمل حديثنا عن بقية الشركات، ومن ثم نبدأ حديثنا بشكل مفصل إن شاء الله بعد إقفالات المزاد لكثير من الشركات. نكمل الحديث مشاهدينا الكرام عن بعض الشركات، نلاحظ الكيبلات كذلك اليوم تقول أنا حاضر الكيبلات وصعود جدا طيب للكيبلات، بوبيان بتكماويات كذلك بنشاط واضح لبوبيان بتكماويات، القرين، القرين على التراجع بفلس، القرين بتكماويات، نلاحظ مشاهدينا الكرام اجلتي بفلس بعد تراجعات الخميس الماضي، واعتقد وضعيتها ايجابيه، زين تستقر بعد ان تراجعت اثناء الجلسه، هيومن سوفت بيرتفع 15 فلس، الافكو بتراجع فلس، اهلي المتحد البحريني، ثلاث فلوس لاهلي المتحد البحريني، ثلاث فلوس ارتفاعا، وان شاء الله يقترب من مستوى 300 فلس بعد سلسله من التراجعات الحاده، وصل فوق 300 وتراجع لمستويات متدنيه، لكن اعتقد انه سوف يعود الى الواجهه في هذه الجلسه. الاهلي المتحد البحريني ثلاث فلوس ما ذكرنا، واربع فلسين، المتكامله ميزان بفلس متكامل على تراجع، شمال زور بتراجع، وشركه البورصه تتراجع لجني الارباح. هذا بالنسبه للسوق الاول، احنا دشينا المزاد مشاهدينا الكرام باقي ثواني ندش المزاد. اما بالنسبه لشركات السوق الاول فنشوف اليوم الاهلي الكويتي بصعود ثلاث فلوس، المتحد الكويتي فلسين، الكويتيه ثمان فلوس، الكويتيه ثمان فلوس وبنشاط واضح للكويتيه الاستثمار، خصوصيه كذلك ثلاث فلوس، مجموعه خصوصيه اليوم او مجموعه الوطنيه الدوليه القابضه ممتازه جدا، تراجع المساكر، ارتفاع للعيد، تراجع للتسهيلات، الساحل
106 للساحل المشاهدين الكرام في هذه الجلسة، وصل 107 أثناء الجلسة. البيت كذلك، البيت نشاط واضح، البيت اليوم 5,400,000 أو 5,500,000 تقريبا، والساحل بنشاط 8,700,000. المركز المالي أرزان على تراجع في السيلج الأرباح، المركز المالي مستقر، كميفك بتراجع. الأولى تقول أنا حاضرة في هذه الجلسة ونشاط واضح للأولى الاستثمار، لم تتحرك كذلك نفس الصناعة الوطنية، لم تتحرك من فترة طويلة جدا. الخليجي لا، الخليجي في ثبات واضح مشاهدين الكرام، وتراجعات قوية جدا للخليجي في الفترة الأخيرة، والخليج يتراجع بقوة في الفترة الأخيرة، فقط بريق الخليجي أمانة. أما عيان فتعود مرة ثانية للواجهة من جديد، وإقفالها راح يكون 157. بيان على تراجع، عصور بارتفاع، كيفك بارتفاع، كامكو كذلك، وطني الدولي القابضة بأربع فلوس، مدار على ارتفاع بفلس، وراح لا مدار بفلس راح يكمل على الفلس، لكن أنا ودي أوصل لنور 17 فلس لنور، 17 فلس نور، وراح ترتفع اكثر، راح ترتفع اكثر نور، راح ترتفع اكثر نور 22 فلس. يعني نشاط نور غير مسبوق. نلاحظ مشاهدينا الكرام التباين في نهايه هذه الجلسه، التباين في نهايه هذه الجلسه مشاهدينا الكرام، بعد تراجع الوطني وتراجع الخليج وتراجع بعض الشركات ادى الى تراجع السوق الاول، ولكن بصوره طفيفه جدا، بصوره طفيفه جدا مشاهدينا الكرام، حيث التراجعات واضحه لهذه الشركات. الوطني يتراجع بفلس، والخليج يتراجع بفلس، برجان يرتفع فلس، بيتك يتراجع 3 فلوس، وبوبيان 5 فلوس، والسمات الوطنية بفلس، مشاريع الكويت فلسين، الامتياز يتراجع فلسين، وعقارات الكويت بفلس، المباني بصعود فلسين، والصناعات الوطنية بأربع فلوس في نهاية هذه الجلسة. أعتقد إقفال المزاد ما راح نشوف 241 للصناعات الوطنية، أعتقد بإقفال المزاد راح يكون ما بعد المزاد، آسف، راح يكون هناك شراء على الصناعات الوطنية. الكيبلات كذلك بفلسين صعودا، بوبيان تكمويت بفلس، القرين على تراجع، جلتي بفلس، زيل باستقرار، هيومن سوفت 15 فلس، الافكو على تراجع، الاهلي المتحد البحريني 279 الاهلي المتحد البحريني، بنك وربا بفلس، تراجع لميزان المتكامله لشمال الزور وكذلك لشركه البورصه. هذا بالنسبه للسوق الاول. اما السوق الرئيسي فنلاحظ مشاهدينا الكرام مره ثانيه الاهلي الكويتي ب3 فلوس، متحد فلسين، كويتيه 9 فلوس ارتفاعا، الخصوصيه بفلسين، العيد بفلس، تسهيلات على تراجع فلس، الساحل بأربع فلوس مستوى 106 معروض، والبيت مستوى 102 مطلوب، البيت الاوراق الماليه اليوم نشط، اليوم بيت الاوراق الماليه نشط اليوم، وكذلك الساحل. اعتقد دشينا المزاد، دشينا المزاد ما بعد المزاد، ونشوف ايش راح يصير مشاهدينا الكرام. مدينه الاعمال 88.9، نلاحظ مزايا الوطني الدولي القابض، الصناعات الوطنيه مثل ما قلت الصناعات الوطنيه راح نشوف ما في 241، اعتقد انه ما راح نشوف 241 معروضه. خلينا نشوف مشاهدي في هذه اللحظات، لم يتبقى الا 135,000، لم يتبقى الا 135,000، اللحظة باقي 35,000. انا بتابع الصناعات الوطنيه امانه، بتابع الصناعات الوطنيه الاستهلاكيه اليوم، اليوم استهلاكيه اكثر شركه صعودا في السوق هي الاستهلاكيه، اكثر شركه صعودا في السوق اليوم هي الاستهلاكيه 121. لاحظ الخليجيه تراجع مستوى 30، الخليجي في هذه الصفقات، ارزان 173 في هذه اللحظات. لاحظ مشاهدينا الكرام الصناعات الوطنيه تطلب، تطلب 241، تطلب خلاص نكمل مع باقي الشركات مشاهدينا الكرام. الساحل 106، البيت 102، المركز المالي بصعود فلس، ارزان بتراجع 5 فلوس، الاولى بارتفاع فلسين وثمانية اعشار الفلس، الخليجي 5 فلوس تراجعا للخليجي في هذه الجلسة، اعيان بفلسين صعودا، بيان بتراجع، عصور بتراجع، كيفك كذلك مشاهدينا الكرام بارتفاع لكيفك في هذه الجلسة، وكامكو 3 فلوس ارتفاعا، وطنية الدولية القابضة ب4 فلوس، يونيكاب كذلك بتراجع، مدار بتراجع، الديرة بتراجع، السلام بارتفاع ب10 فلس، اكتتاب ب20 فلس، صكوك كذلك بتراجع 16 فلس، نور 22 فلس، 22 فلس لنور مشاهدينا الكرام، صعود لنور قوي جدا في هذه الجلسه. لاحظ الاهلي المتحد البحريني، لاحظ الاهلي المتحد البحريني مشاهدينا الكرام، الاهلي المتحد البحريني والصناعات الوطنيه هما ابرز تداولات في السوق الاول. الاهلي المتحد البحريني يطلب، يطلب اعتقد يطلب 279 يطلب دخول قوي جدا مشاهدينا الكرام على الاهلي المتحد البحريني، ودخول ونشاط قوي جدا على الاهلي المتحد البحريني، الان كذلك 14 كذلك على الان دخول واضح، يعني الشركات الواضحه مشاهدينا الكرام بصعود ايجابي لهذه الشركات، اعتقد ان النشاط سوف يكون على هذه الشركات في المرحله القادمه، لان فعلا لم تستفيد من نشاط السوق.
نكمل معاكم آسيا بستة أعشار، المغاربية كذلك مشاهدين الكرام بفلسين، نلاحظ الكويت للتأمين تراجع 12 فلس، الخليج للتأمين 24 فلس، والأهلية للتأمين بخمس فلوس ارتفاعا، وأربع للتأمين بأربع فلوس ارتفاعا، نلاحظ شركات التأمين اليوم نشطة مع عدد الكويت للتأمين، يعني جلسة جدا ممتازة مشاهدين الكرام، ودخول إيجابي على معظم الشركات دون استثناء، ولكن الأفضل والأبرز في السوق الأول هما شركتين تقريبا هما الصناعات الوطنية وكذلك الأهلي المتحد البحريني، ابرز تداولات على هذين السهمين، ولاحظنا الكميه المتداوله على هذين السهمين وبقوه وبنشاط قوي جدا، اما بقيه الشركات السوق الرئيسي فصعودها بسيط جدا او تراجعات واضحه لجني الارباح بعد صعود يوم الخميس الماضي. نستكمل الحديث مشاهدينا الكرام على السوق الاول، بعد ما انتهينا من القطاع الاستثماري او القطاع المالي، نذهب الى قطاع العقار ونشوف وضعيه هذا القطاع في هذه الجلسه والنشاط الحاصل، ومن ثم نبدا حديثنا عن الاستهلاكيه النشطه اليوم بكميه تداول كبيره جدا واكثر الشركات صعود في هذه الجلسة إلى القطاع العقاري، ونكمل مشاهدينا الكرام حديثنا. المتحدة كذلك بصعود ثلاث فلوس، والوطنية العقارية تراجع فلسين. يا ريت اخوي المخرج بس للاخوان المشاهدين يشوفون الشاشه بس معانا، نلاحظ الصالحيه العقاريه كذلك بيرتفع 6 فلوس، التبديل العقاريه 3 فلوس، الاجيال العقاريه بفلس، المصالح العقاريه تراجع 10 فلس، عربيه عقاريه بسته اعشار الفلس، الانماء العقاريه بفلس ونصف الفلس تراجعا، ونشوف انجازات بسته اعشار الفلس، المستثمرون بعشري الفلس، التجاريه على استقرار، سنام بتسعه اعشار الفلس ارتفاعا لسنام، واعيان العقاريه بعشر الفلس، عقار باربعه اعشار الفلس، مزايا بتسعه اعشار الفلس ترتد مزايا في هذه الجلسة، تجارة على تراجع، التعمير بارتفاع، أركان فلسين، دبي الأولى على تراجع، مدينة أعمال فلس وتسعة أعشار الفلس، منازل كذلك بارتفاع جيد، ميناء بتراجع، المراكز باستقرار، رمال كذلك بتراجع، اسمنت الكويت ثلاث فلوس، السفن ثلاث فلوس تراجعا، بورتن ثلاث فلوس تراجعا، نلاحظ النشاط واضح مشاهدينا الكرام، والله قوة شرائية جيدة. لكن السوق الرئيسي بعد ان كان متفوق في السيوله، بعد ان كان متفوق في السيوله على السوق الاول، حاليا السوق الاول يتفوق بما يقارب مشاهدينا الكرام يعني مليون وشوي، مليون وشوي يتفوق السوق الاول، نتيجه يعني ضخم الاول ارتفاع القيمه الراسماليه لهذا السوق وارتفاع اسعار السوق الاول بقوه مشاهدينا الكرام. نلاحظ بقيه الشركات مشاهدينا بالنشاط الواضح لهذه الشركات، ما زالت الصناعات الوطنيه مطلوبه، ما زال الاهلي المتحد البحريني مطلوبا، وهما افضل تداولات في السوق الاول. اما بالنسبه لمشاهدين الكرام بس بوصل بس بورتلاند تراجع فلسين، السكب على ارتفاع فلس، ونلاحظ اسيكو باستقرار، ونلاحظ المعدات بارتفاع 3.7، الشركات الرخيصه تلعب دورا ايجابيا اليوم في هذه الجلسه، لاحظ استهلاكيه 35.8 فلس صعودا، 21 مليون و800 وهي اعلى تداول في السوق مشاهدين الكرام، اعلى تداول في السوق اللي هي الاستهلاكيه في هذه الجلسه، ثواني سكرنا مشاهدين الكرام عند الاستهلاكيه بطبعا صعود 35.8 فلس، نشاط واضح للاستهلاكيه، الصربوخ باربع فلوس ونص، الصربوخ كذلك بضم الشركات الرخيصه جدا وعليها تداول اليوم 8 مليون و500، واربع كابيتال على تراجع، سينما بتراجع، فنادق بارتفاع، سينرجي كذلك يا مشاهدينا الكرام، اريدو والرابطه بارتفاع، ونلاحظ تراجع للمعامل، ارتفاع الان في هذه الجلسه الان تطلب 14 الآن تطلب 14 مليون ونصف في نهاية هذه الجلسة، التخصيص على تراجع، بترو جلف بارتفاع مع الامتيازات، ترى ارتفاع لآبار 3 فلوس، إيفا فنادق تراجع فلس وثلاثة أعشار الفلس لإيفا فنادق، المشتركة 3 فلوس ارتفاعا مشاهدينا الكرام، أسس على تراجع، مشاعر بتراجع، أولى وقود 7 فلوس أولى وقود، مبرد بفلس، الجزيرة بتسع فلوس ارتفاعا، لاحظ فيوتشر كد على تراجع، وارتفاع الاسمنت الأبيض والغابضة المصرية، ونلاحظ مشاهدينا الكرام جي اف اتش انفست بارتفاعات جيدة، كذلك المنار، كذلك لاند العقارية، فيما اس تي سي تتراجع، جلسة إيجابية للسوق الأول، وكذلك طبعا شركتين للسوق الأول، في شركات صاعدة لكن هم الأبرز الصناعات الوطنية والأهلي المتحد البحريني، لكن السوق الرئيسي اليوم يتفوق بقوة مشاهدينا الكرام بنشاط واضح بقيادة الاستهلاكية، بقيادة نور، بقيادة الشركات الرخيصة كالصربوخ والبعدات وغيرها من هذه الشركات ومجموعة الوطنية الدولية القابضة اللي هي الخصوصية الوطنية الدولية القابضة والساحل، هذا هو النشاط الحاصل في هذه الجلسة مشاهدينا الكرام، نأمل جلسة الغد أن يكون هناك ارتداد لبعض شركات السوق الأول ويستمر النشاط الإيجابي على كثير من شركات السوق الرئيسي، ونتمنى التوفيق للجميع وكل الشكر لزينب ولمشاهدينا الكرام. الشكر موصول لك أيضا عايد، شكرا جزيلا لك، يعني مشاهدينا ولله الحمد صعود غير مسبوق للسوق خاصة السوق الرئيسي اليوم، سيولة كانت كبيرة جدا، تجاوزت سيولة السوق الأول، نلاحظ ارتفاع قياسي كبير لكثير من الشركات، هذا السوق أغلب الشركات
الشركات في المنطقة الخضراء بقيادة الاستهلاكية، تقريبا هي أكثر تداولات، كمية التداول كبيرة جدا على معظم الشركات دون استثناء. الوضع جدا إيجابي، اللون الأخضر مسيطر على معظم شركات السوق الرئيسية. لاحظنا ارتفاعات قياسية على الشركات وارتفاعات قياسية جدا، سيولة كبيرة، نشاط غير مسبوق أمانة مشاهدينا الكرام. لاحظنا أن شركة البورصة جنت أرباح في هذه الجلسة، جلسة إيجابية خضراء، جلسة بها قوة شرائية كبيرة جدا، خاصة السوق الأول صعود كبير لنور في هذه الجلسة. السوق الرئيسية اليوم جدا ممتاز، دخول كثير من الشركات في المنطقة الخضراء، لم نرى هذه الإيجابية مشاهدينا الكرام يعني منذ أكثر من شهرين. جلسة إيجابية بجميع المقاييس، نشاط جدا ممتاز، جلسة بداية الأسبوع ولله الحمد نشطة إيجابية للغاية مشاهدينا، نشاط قوي جدا على الأهلي المتحد، الأهلي البحريني. السيولة اليوم كانت 44 مليون. مشاهدينا للمزيد من التحليل حول أداء جلسة اليوم وهذا الارتفاع الإيجابي ينضم إلينا من استديوهاتنا في بورصة الكويت مدير عام معهد الدراسات الاقتصادية والمالية الأستاذ فهد الصقر. أهلا بك معنا أستاذ فهد. يعني تباين المؤشرات في أولى جلسات الأسبوع بعد جلسة إيجابية في نهاية الأسبوع الماضي، حيث تراجع المؤشرين العام وسوق الأول بسبب الضغوط البيعية وجني الأرباح كذلك. تقييمك لجلسة اليوم وأسباب هذا التباين، تفضل. أهلا وسهلا فيك أخت زينب، ورحب أخواننا مشاهدين متابعين برنامج المؤشر. واضح جلسة كانت يوم الخميس كانت فيها نوع من الشراء الاستباقي لترقية السوق، أو على الأقل مراجعة ترقية السوق لمؤشرات فوتسي، ولاحظنا القفزة السيولة اللي كنا تقريبا على يعني خلال أسبوعين ماضيين عند معدل حوالي 30 مليون وقفزنا إلى أكثر من 74 مليون دينار كويتي. أعتقد جلسة اليوم توقع أنها تكون القيمة المتداولة أقل من ما كانت عليه على الأقل في يوم الخميس، وهذا أكيد حيأثر على المؤشرات بشكل عام، ولكن يعطينا إشارة إحنا اليوم انتهينا تقريبا من ضغوط الارتفاعات اللي شهدناها في المؤشرين الماضيين وبعد الهدوء الأسبوعين الماضيين. كذلك اليوم المراجعة أعتقد انتهينا، باقي لنا يمكن عدة جلسات حتى إغلاقات الربع الثالث، وأعتقد حتكون التباين أو على الأقل الثبات حيكون سيد الموقف خلال من الآن إلى نهاية الإغلاق الربع. فأتوقع السيولة حتستمر، إذا ما استمرت فوق الأربعين مليون أعتقد حتكون في قفزة كبيرة إن شاء الله، نشوف السيولة ترتفع إلى أكثر من 50 مليون في بداية شهر أكتوبر. نعم، ملكيات الحكومة التي زادت في 36 شركة مدرجة في بورصة الكويت بنسبة 15% بقيمة بلغت 6.2 مليار دينار. ما النتائج المتوقعة أستاذ فهد من الزيادة في نسبة الملكيات في شراء الشركات المدرجة على السوق؟ نعم طبعا، يمكن الجهات الحكوميه احد الجهات المستثمره في يعني وداعم لسوق الكويت الاوراق الماليه شركه البورصه، واضح جدا خلال السنتين الماضيتين وبعد ازمه الكورونا لاحظنا ان هناك اندفاع كبير من المحافظ والجهات الحكوميه بالاستثمار باسعار كانت مغريه بشكل كبير جدا، مما رفع طبعا اكيد نسبه الملكيه. كذلك التفاؤل ببيانات ماليه ايجابيه في الربع الثالث والسنه القادمه، اعتقد هذا كله معطي فرصه استثماريه لهذه الشركات، وارتفاع نسبة الملكيات إن كانت من ناحية الحكومة أو حتى أنه رجعنا كذلك ملكيات الأجانب، وكذلك عدد الحسابات النشطة المحلية زادت بشكل كبير جدا. هذا يعطي إيحاء أن لا يزال ثقة المستثمر في بورصة الكويت عالية جدا، ونتوقع أنه حتكون تأثيرها وينعكس خلال الأسابيع والأشهر القادمة. نعم، وعن الاستهلاكية أستاذ فهد، سبب التصعيد هل هو دخول أم خروج مضارب جديد، خاصة وأن هذا الارتفاع لم تشهده منذ فترة طويلة؟ نعم، يعني دائما نشهد أخت زينب عند قرب الإغلاقات الربع الثاني أو الثالث دائما ما تنشط بعض الأسهم اللي تكون نوع ما خاملة نسبيا، ونشوف عليها حركة تداولات عالية جدا. هذه دائما تعطينا بعض الإشارات على ما هي الإعلانات اللي سوف تعلنها هذه الشركات، فأتوقع هي عمليات مضاربية في هذه الفترة ومتوقع لبعض الشركات خاصة في السوق الرئيسي، وحنشوف السيولة تنشط خلال الأيام القادمة حتى في بداية شهر أكتوبر على الأسهم الصغيرة وخاصة قبل إعلانات بياناتها المالية بإذن الله. مدير عام معهد الدراسات الاقتصادية والمالية الأستاذ فهد الصقر، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل والإضاءات. مشاهدينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة لبرنامج المؤشر، دمتم بخير، إلى اللقاء.